يا دكتور احمد كريمه استاذ الشريعه بجامعه الازهر. يا دكتور احمد اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور احمد بالدخول في عمق الموضوع، شيماء متجوزه ولا مش متجوزه؟ في الحلال ولا في الحرام؟ هي تستغيث بتقول انا كملت حياتي الزوجيه بعد ما جوزي طلقني طلقه شفويه في التليفون. ذهبت لدار الافتاء قالوا لها انت كده طالق. الشيخ خالد الجندي افتى لها بانها مش طالق وانه هي يمكن ان تستكمل حياتها الزوجيه وقال اسبابه. هل حضرتك مع الطلاق الشفوي ولا ضده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في فقه الاسره ينبغي الفقه السليم بإنشاء عقد الزواج وبفرق الزواج، والعقد في الشريعة الإسلامية ينعقد بصيغ تعرف في إنشاء عقد الزواج بالإيجاب والقبول، وفي فرق الزواج بصيغة تصدر من المطلق سواء بالأصالة أو الوكالة أو النيابة. ومن الألفاظ التي اتفق عليها الفقهاء الطلاق والفراق والسراح. بطبيعة الحال فإن المطلق سواء طلق بنفسه أصالة أو وكالة أو ولاية، سواء تلفظ بهذا أو كتب ذلك بكل وسيلة يتعارف على أنها تعتبر تطليقا صريحا فإنه يقع. وللأسف هناك خلط بين إيقاع الطلاق كفراق شرعي يكتفى فيه بالتلفظ وما بين الكتابة في المحررات الرسمية. الكتابة في المحررات الرسمية ليست شرطا في صدور وإيقاع الطلاق وترتب الآثار الشرعية المترتبة عليه، لأن الكتابة ما هي إلا عمل إجرائي إداري. والطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أصحابه رضي الله عنهم، وهو المنقول عن أئمة العلم في المذهب السني أن الإشهاد عليه مستحب وليس ملزما ولا واجبا. وعليه فإن الطلاق إذا صدر بألفاظ الفراق والطلاق والصراح يعد طلاقا واضحا صريحا يقع وتترتب عليه آثاره. يعني أنت بتعتبر أنه شيماء طالق وحياتها واستكمال حياتها الزوجية لأنها استكملت حياتها الزوجية وحامل من زوجها، بتعتبر انه ده حرام؟ سيدي الكريم، محدثكم استاذ الفقه المقارن على المذاهب الثمانية، المذاهب السنية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وعلى المذهب الشيعي الجعفري والمذهب الشيعي الزيدي، وعلى المذهب الإباضي. فأنا لا أتكلم من فراغ، أتكلم. طب في التليفون يا دكتور أحمد، يعني قال لها في التليفون أنت طالق؟ إذا ثبت يقينا أن هو المتحدث وأنه أقر واعترف بأن هو المتحدث وما بينكرش، خلاص وقع الطلاق، لأن الطلاق يقع باللفظ وبالإشارة وبالكتابة، وهذا مفصل لدينا في المصنفات. شيماء الحقيقة أنا يعني خلينا أسأل الشيخ خالد الجندي الأول قبل